والحقيقة ان كل التحديات اللي احنا بنواجهها منذ يوم 7 اكتوبر الماضي حتى الان ودخلنا الشهر الثامن من هذه الازمة بتؤكد انه لا يوجد حل لهذه الازمة الغير مسبوقة الا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين. وهذا الحل الأمم المتحدة نادت به يعني منذ عديد من العقود والعالم كله كان بيتكلم عنه، ولكن نعتقد ان بالرغم من الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيمر بها القطاع ان العالم الآن يعني بيقف على يعني خطوة مهمة جدا، وهو ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل وهذا المطلب اللي الجميع بيتكلم عنه. ولكن النهاردة العالم يعني بيقف، وكل الدول الكبيرة والعظمى يجب أن تعمل ويجب أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل.